আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ولا فريق له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثال له ولا أول له ولا آخر له ولا بداية له ولا نهاية له الحمد لمن قدر خيرا وقبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم يلق زوالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاي ولا قيل وقالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخفى الحساب يوم القيامة يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا صدق الله مولانا العظيم